تيجوا اقول لكم على وصفه روعه جدا هتعمل صلع للبشره والجسم، مش هتشوفي شعر ان شاء الله، حاجه كده زي الفل. بس معلش اتعبي شهر بس، بعد كده ترتاحي خالص. تعملي الوصفه دي كل يوم. مش بس كده، ده بيتفتح الاماكن الداكنه بشكل سريع جدا جدا، سواء في البشره او في الجسم. بروح للعطار بقول له عاوزه ترمس مر مطحون وكركم، اللي هو كركم التجميل اللي ما بيسبكش على البشره ده، تمام. وعاوزه خشب الصندل 30 جنيه كده او 35 جنيه، هتجيبي بيهم الحاجه وتروحي. بوله تاخدي من كل حاجه نص معلقه، هتحطي معلقتين من ميه الورد، تعملي عجينه ولا متماسكه ولا سائله مظبوطه كده حلوه. لو عندك تحسس من ميه الورد معلقتين ميه من الحنفيه تكون ميه متفلتره يعني. قلبي كويس، اغسلي بشرتك بغسولك المفضل كل يوم قبل ما تنامي، تاخدي الماسك ده توزعيه من تحت لفوق كويس وتسيبيه لمده ربع ساعه. ما عمل تيست برده عشان نشوف برده ايه الحساسيه عندنا اخبارها ايه. بعد كده ربع ساعه تعدي هبتدي اعمل فرق للماسك، افرك الماسك كده كده، انزله كله، اشطف البشره، احط تونر واحط مرطب، استخدمها كل يوم كده هتلاقوا النتيجه زي الفل، تمام. بس الاهم نعمل تيست بسيط الاول تحت الخد، يبقى كركم، ترمس مر مطحون، خشب الصندل، جربوا وان شاء الله هتلاقوا نتيجه زي الفل.